أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي على صورة شاب أمرد؟ ما أدري، هذا ما سمعت. رأيت ربي في أحسن صورة، هذا هو الحديث اللي نعرفه الصحيح، وهذا هو في أحسن صورة. أما صورة أمرد والله ما أعرف هذا. نعم.